مساء الخير عبدو. مساء النور خليل، ومسي على ضيوفك وعلى مشاهدين برنامجك الجميل. عبدو، احنا نقول لك يعني نبارك للنصر ونبارك لك ايضا اليوم الصفقة التي تمت بانتقالك الى النصر وعودتك الى الرياض. ما شاء الله يبارك فيك، والحمد لله، واتمنى ان تكون ان شاء الله خير لي وخير الجميع، ونادي النصر ان شاء الله، واكون ان شاء الله عند حسن ظنهم وتطلعاتهم واللي يتمنونه من لاعب عبد عطيف. عبدو، خليني أسألك يعني عن الفترة الماضية، كان الاسم عبدو عطيف هو الحدث الأبرز في الإعلام الرياضي السعودي، انتقاله وبقائه في الاتحاد، كانت المعلومات يعني تتضارب من هنا وهناك أنه كنت أقرب للاتحاد، خلاص اللاعب يوقع مع الاتحاد، لا وقع مع النصر، حتى اليوم يعني حسم الأمر، ماذا حدث خلال الأيام الماضية؟ والله ما أخفيك، أولا كان صراحة القرار يعني بعد فترة طويلة صراحة، مع يعني التفكير والمفاوضات الطويلة صراحة من الطرفين، في الأخير يعني حصل إني انتقلت من نادي النصر بعرض يعني كان مقنع لي بشكل كبير جدا. صراحة حصلت يعني مدة طويلة يعني في تبادل للرغبات من أطرافنا، ما الله كتب إني أكمل في الاتحاد، والله وفقني إني تكون في نادي يعني كبير مثل نادي النصر، بعد ان كنت في نادي كبير كذلك كنادي الاتحاد، وهذه حال كرة القدم. لكن لازم يعرف الجميع اني عشت فترة صعبة جدا 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 يعني خلال الفترة الماضية، واتمنى ان شاء الله يكون قراري ان شاء الله يعني مفيد لجميع الاطراف بعد الاستخارة والاستشارة وتحكيم يعني عبدو تقصد بالفترة الصعبة هي فترة يعني الستة شهور اللي خطها مع الاتحاد، أو لا لا فترة لا 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 التفاوض وال فترة التفاوض، فترة نعم التفاوض واللي حصل فيها من إرهاق ذهني صراحة للوكيل وللاعب صراحة. خليني عبدو بسألك يعني عن هالأمر، ماني حاب أدخل فعلا معك يعني في تفاصيل المفاوضات، يعني هذه تبقى شأنك وشأن أيضا الأندية الأطراف، لكن انت كان عقدك مع الاتحاد 6 اشهر، كان الاتحاديون يفاوضونك للتجديد معهم، النصر ايضا فاوضك، اللي نقل عبده للنصر هو كان العرض المادي النصراوي افضل من العرض المادي الاتحادي؟ والله شوف، فيه اشياء كثيره انا قلت لك ما احب، لكن في اشياء ساهمت بشكل كبير لاتخاذ هذا القرار، ما ابغى ادخل في دهاليز او تفاصيل اللي حصل او الاسباب، لكن اللي يعرف الجميع انه كان يعني كانت فتره مرهقه لي صراحه يعني، فكان قرار يعني اتوقع اني ما اتخذته الا بعد فتره طويله جدا من التفكير والتفضيل يعني. طيب عبدو، انت عقدك مع نادي الاتحاد باقي حتى انتهاء فتره التسجيل الحاليه، لو الاتحاديين يعني ما عملوا مخالصه معك راح يكون نعم. لا انا اتوقع ان حتى الاتحادين اكبر من هالشيء، واللي يربطني بيني وبينهم شيء اكبر من يعني عشت معهم فتره جميله، واتوقع انهم نفس الشيء يعني ما يوجدوا من عبد الا كل تقدير واحترام وانتظام واحترافيه في العمل والمهنيه. ما اتوقع طبعا اللي هي السلطه او اكبر سلطه في كره القدم الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، يحق للاعب انه في حال دخوله في الفترة الحرة انه يوقع عقده ويرفع عقده في فترة تسجيل، في فترة تسجيل. انا اكرر ان اللاعب ما دامت عقده حر، اعطيك مثال بسيط، ان اللاعب اذا اصبح او دخل في فترة 6 شهور يستطيع انه يوقع لاي نادي ويرفع اوراقه في اقرب فترة تسجيل، لكن لا يلعب حتى انتهاء العقد السابق. لا ممكن يجري المخالصة مع النادي الا اذا اجرى مخالصة. طبعا انا استطيع اني العب مع نادي النصر، نعم، لان الدوري يبدا بعد انتهاء من عقدي مع نادي جميل مع نادي الاتحاد. عبدو خليني بسالك عن الوضع الاتحادي، يعني عبدو عطيف كان المدرب كانيدا مصر على بقاء عبدو عطيف، كان اوصل الاتحاديين بضروره الابقاء على عبدو عطيف. عبدو عطيف عندما انتقل ايضا من الشباب الى الاتحاد كان هناك عروض اخرى لديك، فضلت العرض الاتحادي، كانت مفاوضاتك في ذلك الوقت مع عيد الجهني، تغير المفاوض هذه المره مع سامي محضر وتغير النادي، ماذا حصل يعني؟ هل المفاوض لا للمعلومية المفاوض لم يكن فقط عيد الجهني، كان برضو سامر محضر نعم أيضا كان هو المفاوض في المرة الأولى،
والمعلمية أيضا سامر محضر هو من قام بتسديد الدفعة الأخيرة والمتأخرة للاعب عبد الطيف في عقد الأخير، يعني إنصاف للحق وإحقاق للحق أن الأستاذ سامر محضر قام بتسديد المتأخر لي اللي كان أربع حوالي من فترة، وهو اللي قام بتسديده وإيداعه في حسابي الخاص من جيبه الخاص. هو جلس معك الفترة الماضية في المعسكر أيضا، أعتقد كان جمعكم لقاءات كثيرة عشان تسديد. نعم قدم سامر العرض اللي كان في حدود إمكانيات نادي الاتحاد في الوقت الراهن، يعني وحدود حتى هو كإمكانياته، حتى حاول إنه يعني يقدم شيء من جيبه الخاص، لكن في الأخير كان القرار حاسم وصعب عليه جدا واخترت نادي النصر. طيب عبدو، يعني معلش ولو طولنا عليك، لكن تعرف انت انه يعني حديث وانتقالك ايضا اليوم، يعني انتقال لاعب كبير الى من نادي كبير الى نادي اخر كبير، يحتاج الكثير من التوضيح للجماهير الرياضيه. التقيت بكانيدا اكيد في المعسكر، انت الان موجود في معسكر الاتحاد، كنت ملتزم يعني باحترافيه حقيقه مع ناديك السابق، حتى في برنامجك العلاجي اللي اجريته في مرسيليا واللي نهنئك عليه حقيقه وامتدحناه كثيرا هنا. كانيدا التقيت فيه بعد توقيعك النصر او بعد معرفته؟ لا انا عندما عودتي من مرسيليا حدث اتصال بيني وبين السيد راؤول كانيدا اللي احب اشكره صراحه، وكان له فضل بعد الله كبير جدا جدا مع الجماهير الاتحاديه واللاعبين الاتحاديين في عوده عبده ودعم عبده، وهذا شيء يعني يبقى في القلب صراحه، مهما تحدثت عنه يبقى في القلب واحمل هالشيء في قلبي مهما حييت. يعني السيد راؤول حصل بيني وبين الاتصال بعد عودتي من مرسيليا، ووضحت كافة الأمور وأن هذا حصل والمفاوضات جميعا كذا كذا كذا، فقلت له لكن أنا أحترم عقدي وأحترم نادي الاتحاد كثيرا، ولا بد أني أحضر المعسكر. نعم. لأنه لا بد أني أتفاهم معهم بالتجديد أو المغادرة، فحضرت النادي واتممت عقدي مع وتفاوض مع نادي الاتحاد، لكن ما الله كتب فحبيت فاخترت وانا بقراري، فاحترم هو قراري وقال هذا شيء مستقبلك وهذا شيء يخصك، كان منيتي انك تستمر معي. نعم. مع نادي الاتحاد، قلت له هذا الشيء متبادل، لكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، وهذا قدر وحصلت، والظروف كانت اقوى مني ومن الجميع صراحه، وفي النهايه انا انتقلت الى نادي كبير صراحه، يعني الواحد او اللاعب السعودي يفتخر انه لما يلعب في انديه كبيره يعني يطرس تاريخه او مشواره الرياضي انه لعب في الانديه، وتشرف بارتداء شعارها. يعني انا عندي عبد سؤال يعني من شقين، لكني راح اجله، ابغى اشوف ضيوفي هنا، اعتقد انهم مهتمين بهالمساله، يمكن لهم بعض المداخلات. ضيوفي هنا دباس الدوسري وعثمان ابو بكر مالي، راح ابدا مع دباس. دباس لك اي مداخله مع اللاعب؟ مساء الخير كابتن عبدو. مساء النور وفيك، وفرصة سعيدة أن أتواصل معك. جزاك الله خير حبيبي. يا غالي، هل كان لديك عرض من نادي النصر قبل توقيعك 6 أشهر مع نادي الاتحاد؟ اي نعم، كان في عرض، وكان في عرض من نادي الأهلي كذلك. طيب لماذا فضلت عرض الاتحاد في تلك الفترة على النصر؟ طبعا كانت العقود شبه متقاربة، وفعلا في النهاية كان في استخارة ورغبة كبيرة مني اني يعني استخير واقرر في النهايه، وسبحان الله يعني كان سبحان الله يعني الرغبه كانت موجوده للطرفين او الاطراف اللي كانت فيه، لكن في الاخير يمكن يعني في اشياء وجزئيات بسيطه هي تفضل انتقال في مرحله معينه او في مرحله معينه، انك تحتاج انك تتخذ قرار معين، وهذا اللي حصل. يعني في اللي بقوله يا كابتن عبده، اي نعم، ان يعني يفترض لا يتهم النصر الان بخطف عبده، النصر كان له رغبه سابقة واتفقت مع الاتحاد، الآن النصر قدم عرض مثل ما قدم الاتحاد وكسبك النصر، نقول مبروك للاتحاد في المرة الأولى، والآن مبروك للنصر في الفترة الحالية. أول لا وزيد يعني زيدك من الشربات، حتى الأهلي قدم عرض في الفترة الماضية، يعني مو بس النصر أو الاتحاد، كان حتى الأهلي هذه الفترة الأخيرة. لا لا لا، في الآخر 6 شهور. اي نعم اي نعم. كابتن عبدو، انت مكسب لاي فريق، الله يوفقك. شكرا لك. انا والله ان شاء الله، واني اكون يعني عبدو يترك بصمه يعني حب واخاء في اي مكان يبقى، سواء استمر فيه او لم يبقى فيه. يعني نجم كبير، اتمنى لك التوفيق عبدو. لك خليني اسمع ايضا عثمان واضح انه يعني ينتظر دوره ايضا تداخل. مساء الخير يا كابتن.
هلا استاذ عثمان ابو سهيب، وفرصه سعيده ان نسمع صوتك يعني بعد غياب طويل. يعني الله يحييك. اولا نقول لك مبروك انتقالك للنصر، ونقول مبروك للنصر انه كسب لاعب صاحب عقليه جيده واحترافيه، وان شاء الله تعود الى مستواك المعروف. انا عندي معلومتين ابغاك توضحها بالصراحه اللي انا اعرفها عن عبده والاحترافيه اللي يعني متعودين منك. يعني المعلومه او السؤال الاول هو يعني يردد بعض الاتحادين ان هناك من كان لا يريد عبد عطيف في الفريق الاتحادي، لان ذلك ربما سيكون على حساب لاعبين سيغيبهم عبد عطيف. هذا السؤال الاول. اجاوب الان ولا بعد الشق الثاني او السؤال الثاني ابو سهيب؟ اعطيك السؤال الثاني. السؤال الثاني انه يجب ان تكون صريحا. خليني اجاوب على سؤالك الاول. اي نعم. طبعا يعلم الجميع، بالعكس انا ما شاهدت، والله ما شاهدت هالشيء لا من قريب او من بعيد حصل هالشيء. بالعكس انا كان في صراحه دعم كبير جدا واحترام كبير جدا من نجوم الاتحاد، وخاصة اللي عاشرتهم في المنتخب الوطني، فكان هذه من الأسباب اللي صراحة دعمت عبدو صراحة في فترة صعبة صراحة. فأنا والله لو حسيت هالشيء راح أتكلم فيه بصراحة. أنا ما أتكلم عن اللاعبين، عفوا يا كابتن. إيه؟ يا كابتن أنا ما أتكلم عن اللاعبين، أنا أقول هناك يعني البعض يردد أن هناك من لا يريد عبد عطيف لأنه استمراره قد يغيب بعض اللاعبين. أنا ما أتكلم عن اللاعبين. والله ما شاهدت هالشيء، ما شاهدت الشيء ابو صهيب، او وصلني او حتى حسيت في هالشيء. السؤال الثاني ابو صهيب. السؤال الثاني، انت بتقول يعني انه الظروف كانت اقوى، صحيح. يعني انا اعتقد انه صحيح انك تقول انه العرض النصراوي كان اقوى ويعني اكثر اغراء، يعني 3 أضعاف عن العرض الاتحادي. اي نعم. اي نعم. هذا من ضمن الاسباب يعني اللي ساهمت في هالشيء، او السبب يعني سبب كبير يعني. والشيء الثاني ان يعني في اشياء او جزئيات بسيطه ما احب ادخل فيها لاني احب احتفظ فيها من نفسي، لكن هذا جزئيه كبيره يعني ساهمت في تحويل البوصله يعني. نعم. عبدو العطيف النجم الكبير، اعتقد انه يعني للزملاء حتى اسئلتي انا اللي كنت اني راح اطرح عليك في الاخير ما قصروا، وفوا وكفوا، يعني سألوا الكثير من الأسئلة. احنا نتمنى لك التوفيق في أي خطوة، وأيضا يعني نهنئك على هالاحترافية وعلى هالإصرار والاجتهاد حقيقة منك للعودة نجما كبيرا كما عهدناك. شكرا عبد لكم. شكرا على الإطراء هذا، وأحب أشكر الجميع. شكرا لك عبد عطيف النجم الدولي الكبير المنتقل حديثا من نادي الاتحاد إلى نادي النصر.